صباح الأنوار على أغلى مشتركات، مرحبا بكم في كويزين أم مايا. جيتكم اليوم تدبيرة خفيفة ظريفة، إن شاء الله يا رب نكون خفيفة عليكم. تدبيرة النهار اليوم هي طريقة طهي الحمص بلا بيكربونات. نفس زمان كانوا يطيبوا الحمص بهذه الطريقة، صافي ما يستعملوش كامل البيكربونات، يستعملوا الماء تاع المطر اللي هو الماء تاع القدير. رائع. وحنا نبداو بسم الله. هنا عندي الحمص، كان عندي رطل تاع حمص، هنا شمخته في الماء نورمال، الماء تاع العين، وغسلته تغسليه على مرتين. هذه المره الاولى شوفوا الماء ديجا هو يعني طلق هذاك التراب اللي فيه. وهنا بعد ما نشفته درته المصمصه الثانيه. بعد ما نكملوا صايي هنا ننشفه، ومن بعد نضيف له الماء تاع القدير. بالنسبه للماء قدير واش هو؟ هو ماء المطر. اون فوا تصب المطر المره الاولى ما تعمريش، ومن بعد كي تقوى بزاف المطر تحطي اناء برا وتخليه يتعمر من الماء تاع المطر، ومن بعد تخليه مده 3 ايام 4 ايام راح يصفى الماء هذا، راح تسيبار التراب على الماء العادي. بعد ما غسلته صايي وزدت له الماء تاع القدير، هنا حطيته لي لو كومبلي. ومن بعد في الصباح شوفوا هنا كيفاه تشمخت، تنفخوا الحبات وزدت له شويه ماء. وهنا نجيب اون كوكوت نفرغ فيها هذا الحمص اللي كنت ديجا شمخته، نفرغه بالماء نتاعو اللي كان بايت فيه. انا نفرغ الكميه كومبلي ونحاول انزل لها شويه نتاع ماء ونحطها فوق النار. نحطو على نار متوسطه، نخلي حتى يغلي ويربي هذيك لاموس اللي تجي من فوق. هنا هذا هو الشكل تاعو، شوفوا البنات هذه الطريقة علمتها لي الأم تاعي، والأم تاعي تعلمتها للأم تاعها، وهاك يعني من بكري كنا نستعملوا هذه الطريقة. لأنه البيكربونات اون فوا تستعمليها راح الحمص تاعك يولي يكحل والما يطيبش مليح. بهذه الطريقة الحمص تاعك راح يطيب دوغي كأنه معلب. وهنا شوفوا بعد ما ربيت لاموس هذه، شوفوا خلوها حتى لاموس كامل تخرج وحاولوا تسيباروها عليه. هنا بعد ما طاب الحمص نسبة 80% كما راكم تشوفوا هاك، تبقى تقل نسبة يعني باه يطيب في المرقة. هنا هذه الكونتيتي اللي خرجت لي. وهنا شريت هذو لي ساشي، يتباعوا عند الكروسيست، صراحة نفعوني بزاف. هنا شوفوا حاولي تقسمي الكمية تاعك اللي عندك تاع الحمص على هذو لي ساشي، مام طريقة تاع الغلق تكون لك ساهلة. شوفوا هاك نكمل الكمية كامل بنفس الطريقة. لا فيديو هذه كنت ديجا درت لها المونتاج قبل رمضان، ومن بعد دخل علينا رمضان صافي ما قدرتش نحطها، ومن بعد حبيت نحطها يعني كي تستفادوا، مام تكون تدبيره خفيفه تنفعكم. لاني خممت في ربات البيوت دائما عندهم مشكل في البقوليات ما يطيبوش مليح، هي تستعمل بيكربونات يا ما كانش. فهذه المرحله راح تستعملي الماء تاع القدير، هذا الماء تاع المطر هايل هايل، طيب لك البقوليات روعه. ناس زمان كانوا يستعملوا ما عندهمش كامل البيكربونات ما يستعملوهاش، كسوس ولا عدس، اللوبيا، الحمص، البقوليات كامل راح يطيبهم روعه. اذا عجبتكم التدبيره تاع نهار اليوم ما تنسونيش باللايك وكومنت محفز. نتمنى ان يكون فدتكم بهذه التدبيره. بعد ما كملت الكونتيتي كومبلي تاع الحمص، شوفوا كيف وزعتهم في لي ساشي هذو، راح ينفعوني. ميم شوفوا طريقه الغلق، غلقتهم غير بال يعني دورتهم برك باه يجوني ساهلين هاك، راح تجيك سهله يعني كل ما تعودي حبه طيبي ولا تجبدي ساشي وتستعمليها، والباقي يبقاو في الكونجيلاتور. حبيت نشاركها معكم لانه كاين بزاف ما يعرفوش هذه الطريقه. شوفوا اللون تاعهم جا هايل شهي، يعني اللون تاع الحمص المعلب. اشوفوا كيفاه. في الاخير انا نخليكم دركا، حبيت نشكر الناس اللي يحبوني، ربي يخليكم ليا وربي يحفظكم ان شاء الله. والى الملتقى في فيديو ان شاء الله جديد. صحه فطوركم، صحه سحوركم، مع السلامه.